السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء التفاؤل مساء الأمل مساء الابتسامة الحلوة على كل أخواتنا مشاهدين ومشاهدات في كل مكان تحيات لحضراتكم يا رب النهاردة نكون متفائلين وسعداء ومبسوطين النهاردة مكملين معاكم في برنامجكم تفاؤل معايد عن موضوع الأسرة وما أدراك ما الأسرة وصلنا النهاردة إلى حد موضوع الخيانة تكلمنا في حلقة أمس عن الخيانة من حيث المشاعر إن ممكن يكون لي صديق أو صديقة أو صاحب أو أخ أو حبيب أو أيا كان هذا الشخص قريب يعني قريب مني بتعامل معاه بكل حسن نية بكل روح بكل حاجة حلوة بتعامل معاه وفجأة اللي هو بيطلبه مني أنا بعمله له ولكن لما أنا أحتاج أي شيء بيكون الأمر أنا ما بلاقيش حد جنبي كانت دي حلقة أمس اتكلمنا فيها باتفاق كبير جدا وجاتني تليفونات كتيرة جدا أتمنى النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع الخيانة من حيث الصديق والخيانه هناخد جزء بسيط من الخيانه الزوجيه او الخيانه بين الزوجين، اتمنى النهارده لو واحد حصلت معاه اي موضوع من هذا الموضوع يتمنى النهارده يتواصل معانا تليفونيا يحكي لنا ايه اللي حصل معاه. النهارده يا جماعه نتكلم عن الخيانه من حيث الصديق. في البدايه النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل جدا قال يعني ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان الأمانة خيانة الأمانة إن ربما يكون لي صديق في العمل على سبيل المثال وبعدين أحكي له بعض الحاجات فبعض شوية كده قال الحاجات دي عند صاحب العمل أو ربما صاحب العمل اللي هو الأخ الصديق معي كل كلمة كل حركة ينقلها لصاحب العمل لحين إن هو يصلح مظهره أمام صاحب العمل وصاحب العمل ما ان هو يا اما يرقيه يا اما الايه تحكس ويتضح له الامر فيقول له مع السلامه روح البيت فيطرده فطبعا الخيانه موضوع صعب جدا موضوع وحش جدا موضوع مقذر جدا موضوع يعني لا احد يحبه ما فيش اي حد في الدنيا كلها ان هو يحب موضوع الخيانه ولا يحب ان حد يقول له عليه انت خاين. الخيانة طبعا مواضيع كبيره جدا وشفنا ناس كتير جدا كيف ازاي ترتقي على حساب ناس وتصل لاماكن على حساب ناس ممكن يكون معاك في العمل في الشغل ممكن يكون معاك في السياره ممكن يكون معاك في البيت ممكن يكون معاك في اي حال من الاحوال الدنيا معاك بتتغير 180 درجه بسبب موضوع الخيانه فانا بقول ليه النهارده نخون ومع ذلك على فكره ربنا سبحانه وتعالى عمل صوره في القران ونزلت صوره تسمى صوره المنافق صوره النفاق نفاق وصوره يعني كبيره جدا مع اتصال باي الاستاذه ندى عليكم السلام ورحمه الله طب حضرتك انت بتتكلم عن المشكله ده انا دلوقتي جوزي بحاجات يعني مش كويسه وبعدين انا دلوقتي عشان الاولاد وكده وانا ما كنتش اعرف اه وبعد كده بعد فتره طب انا اعمل ايه دلوقتي وانا دلوقتي عندي خمس اولاد وما كنتش اعرف وبيعمل وحتى هو بيخاصمني وبيقعد في مكان تاني وبيت وانا اعمل ايه عشان الولاد دلوقتي؟ متزوج حضرتك تتزوج عليكي؟ ولا لا خانك؟ لا ده هو بيعمل حاجات حرام يعني حاجات مع ناس اخرين يعني يا الله رجال تمام رجال رجال؟ و أنا اه هو بيحكي قال لي مالكيش دعوه ولا هتعب في البيت وكده امم معاك خمس اولاد يا ح... استاذه ندى اه يا حاج اه حاج اه أو. خمس اولاد اه أو وانا هو قال لي مالكيش دعوه بيا ومش عاوزه تسيب البيت امشي وسيب البيت واللي يعجبك عجبك مش عاجبك خلاص ومين اللي بيصرف على الاولاد؟ هو اللي بيصرف على الاول وانا ما عنديش دخل تاني وانا بقرر ان اطلع اشتغل وما من ايه طيب وحتى وانا ما برضيش اقول لاهلي عشان انا عشان الاولاد يتجوزوا وكده طب يا استاذه ندى انت متاكده من الكلام ده يعني انت واثقه آه ثقه كبيرة جدا ان انا زوجي بخني والله كلام شائعات سمعته من ناس ثانية. لا لا ما حدش عارف ان انا وانا شفته بعينيا وقال يعني انت, انت شفتي بعينيكي؟ اه وقال لي انت مجنونة ومالكيش دعوة ومش عارفة وانا ما اقدرش اتكلم عشان الولادة غلط وبيتكلموا في البيت وانا ما اقدرش طبعا اتكلم والحاجات دي. تمام تمام شكرا استاذة ندى وصلت الرسالة واستمعينا حضرتك من خلال التلفزيون. يا اخواتنا في البداية خلينا نقول الخيانة موضوع مقذر موضوع مقرف بجد. وشيء لا يطاق ولا يستحمل ان اي حد ينخان اي حمل من الاحوال لكن انا قبل ما اقر هذا الكلام اؤكد هل الخيانه دي صحيحه ام لا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا من 1440 سنه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا اتاكد الاول كتير جدا بيتصل بيقول انا زوجي بيكلم واحده وواحده تاني تقول لك انا زوجتي بتكلم واحد وي وي وكلام كتير جدا، هل الكلام أكيد؟ أنت شفت حاجة مؤكدة؟ والله كلام كده وخلاص بمجرد الحق الحق على فكرة زوجك مع فلانة. زوجك مش عارف إيه. كلام تليفون، ناس عاوزة تخرب على ناس. في ناس كده موجودة عشان تبوظ حياة ناس، هي وظيفتها كده بس. إزاي تبوظ حياة الناس، إزاي اتنين يكونوا سعداء ومبسوطين، إزاي نفرقهم؟ لا ما ينفعش دول يعودوا سعداء ومبسوطين، لازم نوقع بيناتهم. ازاي هذا الكلام؟ لابد ناكد الاول هل الكلام ده اكيد؟ صحيح؟ الاتصال ده صحيح؟ والله مش صحيح، واكد ان حصل هذا الكلام زي استاذه ندى ما هي بتقول هذا الكلام اتاكدي. ان اتاكدتي حضرتك هيبقى فيها كلام هقول لك عليها بعد الاتصال، مع اتصال؟ ام هاني اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير ام هاني. بص فضل. حضرتك أنا, انا عندي مشكله كبيره قوي يا ساتر يا رب استر يا رب اتفضلي انا متجوزه بقالي 23 سنه 23 سنه تمام وعندي ثلاث بنات تمام وببص الاتو متجوز واحده ثانيه بعد يعني من شهر من شهر 21 5 تمام وانا بصي يا دكتور من تمام. اول السلم والله مم. معاه من اول السلم لغايه اما بقى من اول كبير اه وخلني وراح اتجوز واحده تانية يا دكتور عشان يجيب ولد ايه واد وبيت انا معايا ثلاث بنات ما شاء الله, الله عليك نعم هم اتجوز عشان البنت عشان الولد معايا ثلاث بنات اه عشان يجيب ولد تمام وهو في مشكله هو وهي دلوقتي يا الله تمام طلاق وانا دلوقتي لا عاد ليا اهل ولا عاد ليا حد ليه ما عادش ليا اهل ابويا وامي ماتوا وقعدت مسلمة امر الى الله طيب يا ام هاني تمام تمام هرد على حضرتك ربنا ان شاء الله يهديه ماشي. شكرا يا دكتور. شكرا يا, دكتور. يا ماما اشكرك على اتصال حضرتك واسمعينا حضرتك من خلال التلفزيون طيب قبل ما هنجاوب على ام هاني خلينا نرد على الاستاذه ندى نقول لها يعني ان موضوع الخيانه موضوع مقرف جدا موضوع مش تمام كويس جدا اقول لك حاجه يوم ندى ان اثبت هذا الكلام لابد تاخدي موقف لابد تاخدي موقف واقل حاجه تقولي اقل حاجه تقولي عشان يرجع من اللي هو فيه انك انت الا لم ترجع عن الامر هذا الامر اللي انت ماشي فيه الامر الخطا انا ساخبر اولادك من هذا الموضوع هو هيتهدد هيرجع عن اللي بيعمله لان طبعا كل واحد بيحب يكون صورته كويسه وجميله امام اولاده فهو قولي له كده ها لو انت ما رجعتش على اللي انت فيه انا ابى اخبر اي حد بس انا اخبر اولادك من اللي انت بتعمله معاك صل استاذه اسماء اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا دكتور السعاده اهلا وسهلا استاذه اسماء كان عندي بس استفسار صغير لو امكن اتفضلي انا جوزي بيكلم حريم في التليفون كتير تمام. جدا تمام ولما اجي اساله انت ليه بتعمل كده يقول لي اصله ده شغل من امتى الشغل كان مبداه الاتصال بالحريم او المعامله وحشتيني وحشتيني والكلام ده تمام هو في شغل من النوع ده من امتى الشغل بيمشي بالطريقه دي ده يبقى مش شغل بقى تمام <applause> ده يبقى آه حاجه سؤال تانية. سؤال جميل لساده اسماء خليني اشكرك عليه وهرد على حضرتك واسمعيني حضرتك من خلال التلفزيون طيب قبل ما نرد على الأستاذة أسماء، الأستاذة ندى بنقول لها زي ما احنا قلنا يا جماعة إن أكدتي إن زوجك بيعمل هذا الموضوع بيكلم حد أو بيعمل الحاجات اللي هي الخطأ دي، قولي له إن إيه لم ترجع عن اللي أنت أمر فيها أنا هبلغ أولادك. تمام؟ و الموضوع رجع عن اللي هو فيه تمام؟ ما رجعش يبقى حضرتك فيه برضه حاجات تانية ممكن حضرتك تتواصلي معنا على الخاص وإن شاء الله هنقول لك هتعملي إيه أفضل. أما الأستاذة أم هاني الزوج تزوج عشان ان هو عاوز ينجب ولد الامر طبيعي جدا ما فيش مشكله خالص لكن يكون في اتفاق بينه وبين زوجتي يا ام اولادي احنا معانا اولاد بنات ما فيش اي مشكله خالص ان احنا نتزوج وما فيش اي حاجه لكن بالرضا وبالهدوء جدا ما فيش روح اي حاجه خالص يا ام هاني ربنا سبحانه وتعالى موجد الوجود هيقف جنبك ما تقلقيش وكونك انك تقفي مع زوجك من البدايه دي حاجه يعني تحسب ليك وحاجه كويسه جدا ودي معروفه عن الست المصريه في أي وقت وفي أي عهد وفي أي زمن إن هي دائما ست زي ما بقولوا في المجتمع المصري ست بألف راجل ست دائما بتقف جنب زوجها بتقف جنب زوجها ما بتخونش زوجها يوم ما بزوجها بيجيب جنيه هي بتقف جنبه مش هي بتاخده بتضيعه او 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 طبعا الموضوع كبير جدا يا ام هاني على حال انا بقول لك اصبري واحتسبي ولك الاجر والموضوع خير وحافظي على اولادك ما تمشيش ورا اي حد يقول لا طلقي او سيب البيت او 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 لا اللي هو عايزك هيرجع لك وخليك متماسكه ببيتك وتماسكه باولادك. اللي ست آه الاستاذه اسماء بتقول ان زوجي آه بيعمل وبيتصل بالنساء والله ان كان العمل بيستدعي ذلك وهو العمل زي مثلا موضوع الناس اللي بتتصل بيه بمشاكل أسرية الناس اللي بتتكلم في تخصص المشاكل الاسريه غالبا بيجيها اتصالات كتيره جدا طيب استاذه سهى طيب اهلا وسهلا السلام طيب. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور عامل ايه الحمد لله بخير حضرتك منور الدنيا كلها يا دكتور ربنا يجازيك خير شكرا ربنا يا ربي يعني يعزيك كمان وكمان يا رب يا دكتور ربنا يجازيك خير يا رب تحت امرك سؤال دكتور معلش انا اسفه انا هقول لحضرتك بس على حاجه <applause> في حد دخل في حياتي انا حبيته جدا جدا تمام وخايفه يروح مني تمام عايزاك تقول له ان انا بحبه جدا جدا قدام الناس كلها تمام هنياله يا ربنا بحبه الظاهر تمام حضرتك بقى يعني شكرا شكرا استاذ سهر يا حضرتك وصلت وانا هبلغه قدام الدنيا كلها انك انت بتحبيه اشكرك على هذا الحب الطاهر النقي تحياتي لحضرتك وهي اسمعينا حضرتك من خلال التلفزيون طيب نرجع للاستاذه اسماء استاذه اسماء يا جماعه اي اتصال خارج الشغل دي اسمها خيانه يعني انا النهارده لما يكون مثلا بعمل في عمل ما وبعدين هذا العمل ما يستدعيش ان انا اتكلم مع حد ما ينفعش اتكلم مع حد ما انا عندي زوجتي ليه هتكلم؟ هتكلم ليه؟ من عندي زوجتي بسم الله ما شاء الله مخليه الامور كلها تمام كافياني هي عن اي حاجه لكن واحد مثل تاني في تقصير من الزوجه اه صاحبنا طبعا هيتكلم لان في تقصير مش كافي وزي ما تكلمنا قلنا امبارح الخيانه ما فيش حاجه اسمها خيانه لكن في حاجه واحده اهملت والتانيه اهتمت زي ما قلنا بالراجل ما فيش خيانه في الراجل كل ما في الموضوع إن واحد أهمل والتاني اهتم، جت من هنا موضوع الخيانة. فدائماً نظن في بعض ظن خير. بلاش نخلي أي حد يخرب بيوتنا، بلاش أي حد نروح ورا الكلام، أي حد يقول لنا إيه الحق، لا إيه الحق ده فلان بيتكلم، نأكد. نأكد الكلام. وإن كان فلان ده يا أستاذة أسماء اللي أنتِ حضرتك بتقولي عليه زوج حضرتك، إن هو بيكلم نساء فتأكدي من الكلام هل هو بيحبك ولا ما بيحبكيش؟ هل هو بيكرهك والله ما بيكرهكيش، هل الكلام ده عن شغل اكيد والله في ايه تأكدي عشان ما تضيعيش نفسك لأن الفتنة لو دخلت هتأكل البيت، والكلمة في الحاجات دي كلها حاجات ما هيش صغيرة لما تقولي هذا الكلام لأن الموضوع مش سهل موضوع كبير. الأستاذة سهى آه بقول لك لو هذا الشخص بيحبك آه أكيد وانت بتحبيه أكيد تماسكوا مع بعض وخلوا حياتكم كلها حب وحياه تفاؤل ما تدخلوش اي حد في حياتكم عشان الحب والاستقرار يستمر للأبد ويستمر طول العمر هتبقى الامور كلها تمام للاخر ده بالنسبه للاستاذه سهى نرجع بقى لحديثنا عن موضوع الخيانه الخيانه في الصاحب انا النهارده مثلا معايا كم واحد مثلا شغال والشركة ولا المصنع ولا العمل اللي انا فيه فيه قائد لهذا المكان او صاحب الشركه او صاحب المصنع ده او صاحب اي كان العمل فانا عايز اطلع على حساب الاخرين فابدا اعمل حاجه ابدا انقل الاخبار انقل الاخبار اول باول حصل وما حصلش وازاي وهكذا والنهايه نفس النظام واحده نفس النظام مثل زوج وزوجه وسلفتهم قاعده معاهم في البيت فتبدا عشان توصل صوره كويسه عند اخوها فتبدا تنقل الاخبار او الام لاولادها او العكس او الحما وهكذا يبداوا يتناقلوا الاخبار الحقي ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا على زعم ان احنا ناخد مكانه كويسه عند هذا الشخص وده طبعا شيء من الخيانه وهذا امر مرفوض صوره ومقطعا وكل شيء الامر مرفوض خيانه تخيل لما حد يقول انت خائن كلمه كبيره جدا في رساله جاتني حد بيقول ان زوجتي خانتني ايه دليلك انا سمعت كده الكلام وخلاص فانا كان ردي عليه هذا الكلام خطا انك ما تسمعش ربنا بيقول ان جاءكم فاسق بنبا نتبين الاول نتاكد الاول عشان بيوتنا ما تخربش عشان بيوتنا ما تبوظش اولادنا تشردوا في الشارع بسبب كلام الناس بسبب ان احنا ما عندناش مبدا ده من 1440 سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايها المؤمن لا تكن اما ان أحسنوا الناس احسنت وان اساءت اي حد يقول لك كلمه ماشي وراه هذا الكلام خطا 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 لابد ان تؤكد الكلام لما حد يتسع لك ويقول لك الحق دي زوجتك بتكلم فلان ولا علان تاكد الاول مره واثنين وثلاثه لما حد يقول لك انك زوجتك خاينه والله 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 اكد الكلام مره واثنين وثلاثه واربعه عشان لما تاخد قرار يكون القرار سليم ما تاخدش قرار في الاخر تقول يا ريت اللي كان مكان واتمنى من كل زوجه من كل زوجه خانت لزوجها ترجع ترجع ليا فيه ترجع ليا فيه وكما تدين تدان ما تلاقيش اللي انت بتعمليه لا مش هروح ده ربنا مطلع على كل شيء واوعى تفتكري انك انك هتهربي باللي انت عملتيه والله انت هتهرب باللي انت عملته ابدا ستقف امام الله سبحانه وتعالى سيحاسبك عن الفتيل والقطمير عن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا حساب لا يعلمه الا هو من اللي احنا بنعمله في بعض وبنخون في بعض ونتكلم طول الليل في التليفونات وبعدين وبعدين يا جماعه وليه وليه نخون بعض هو احنا كنا متزوجين بعض عشان ايه عشان نخون بعض طب ما كان من الاول بقى انت مش عايزني وانا مش عايزك خلاص بنلمش على بعض كل واحد في حاله ونروح بقى نخون بعض في مكان ثاني مش هو ده الطبيعي هل هناك دين يأمر بذلك لا يوجد دين من أديان السماوية كلها تأمرنا بخيانة بعض ده حتى لو صاحبك حتى لو مين يعني حتى يقولون في أهل العرب أن لو أن لك صديق وتأكل معه لا يجوز لك أن تأكل وهو موجود في نفس المكان معك إنك تأكل وتسيبه دي تسمى خيانة أكل فما بال لما يكون زوجين حياة زوجية بينتهم كبيرة جدا حفلة كل حاجة وبينتهم أولاد وتلاها هو في فواد وهي في وهي فاكره ما بتكلمش حد ما هو زوجك ده تكلم لما انت تكلمتي هو ما خانش الا لما انت خنتي دقه بدقه واحده بواحده اللي انت عملتيه هو عمله هناك انت فاكره نفسك ان هو مش شايف حاجه لا ده هو مطلع عن كل شيء شايف انت بتعملي ايه هو في الشغل اي نعم بس هو مش شايف حاجه بس اللي انت بتعمليه وهو خارج الشغل هو بيعمله في الشغل ما تقلقيش اما ان حفظت ربنا سبحانه وتعالى واتقيت ربنا في زوجك اقسم بالله سيتقى ربنا فيك هيتقى ربنا فيك وانت انت فاكر اللي انت بتعمله ده صح لا والله يا صديقي ابدا على قد ما تخونها هي تخونك وتكلم في التليفون براحتك هي حتى برضه هتتكلم وتاجي تمسك تليفونها كده اه مفيش ولا مكالمه تمام ابيض يا ورد مسحاهم ما تقلقش زي ما انت بتعمل ما يتصل استاذ علاء اهلا وسهلا ازيك يا دكتور اهلا وسهلا استاذ علاء <applause> نعم معايا مشكلة مع اخويا مشكلة مع اخوك اتفضل اه بس؟ آه. <applause> معلش انا ما شويه ممكن نقف في مكان فيه شبكة ماشي يا دكتور اخويا دكتور واخد بنت خالي اخوك واخد بنت خالك اه اه يا دكتور المهم يا دكتور هو جاي منها ولد ولد اه <تصفيق> <تصفيق> اللي بنته وخد الولد استاذ سلام معلش انا كويس معلش ممكن تقف في مكان بس في شبكه؟ ما يا دكتور اه يا دكتور اه سامحك ما خالي يا دكتور خالك بعت اه بعد خد بنته وخد الولد ابن اخويا تمام ماشي يا دكتور المهم استلم الورث ماشي يا دكتور تمام بعدنا نحل معاه دكتور رفع علينا قواضي وكده ومش راضي يحل معانا ورفع قواضي ومحاكم وحاجات زي كده الورث عندكم الورث فين الورث ده فين الورث دي كان عنده يا دكتور من 10 سنين يعني لكم بتتنازلوا عن ورثه ما لكمش عندنا ورث يا اما ناخد البنت هو يا هو يا دكتور المفروض كان ادى 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 انا الورث بتاع حقها يعني تمام هو هو كان ما فيه يعني هو نصب على في حقها مثلا هو حور تمام قلنا له بقى ديت المعيشه الزوجيه بنتك تعيش بمرض الله لو عايشه قال لك لا اجي معد الورث قال لك لا انا مش هدفع ورث وهو في الحيط وراح اروح اخذ البيت وراح غضبان ربنا يهديه غضب ربنا البيت تمام بعتنا له بقى دكتور بالك لكن هذا البنت ما فيش اي مشاكل بينك وبينها يا استاذ علاء لا يا دكتور المعيشه الزوجيه حلوه كويس عايش بمرض الله رفع على اوض بقى دكتور وجايبين حكم السنه من ومش عارفين نعمل معايا يا دكتور طيب حضرتك يا استاذ علاء أنا أستاذك بس سيب رقم تليفونك حضرتك في الكنترول واحنا هنكلمك إن شاء الله بعد الحلقة. أشكرك يا أستاذ علاء، أشكرك على اتصالك. جماعة يعني بنقول إن أكل الناس الحقوق بالباطل يعني مصيبة بل طامة كبرى. نأكل حقوق بعض. على إيه؟ دنيا زائلة دنيا بكش ليس لها قيمة ملهاش لازمة، هنموت وهنسيبها. بناكل في بعض ليه؟ ما حنضلين بعض على ايه؟ ما الست عايشه هي وزوجها تمام، في مشكله بينك وبين اختك هناك حلها يا سيدي، تاكل مراسها تديها ما تديهاش دي حاجه ترجع لك. لكن ليه تاخد بنتك؟ ليه تحرم طير من طيره؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه اللي يستدعي ذلك؟ هتقول له ايه ربنا سبحانه وتعالى لما تقف امامه كده؟ ليه؟ ليه نفرق؟ ده حتى في المثل بقول اي اتنين بيحبوا بعض جمعهم ما تفرقهمش. جمعهم ما تكونش سبب في تفرقتهم هما بيحبوا بعض. خليهم دايما مع بعض. ليه بتفرقهم؟ ليه؟ هنقول ايه لربنا سبحانه وتعالى لما, لما نقف امامه؟ هنقول ايه لربنا سبحانه وتعالى واحنا واقفين؟ فبلاش نخون بعض. بلاش نخون بعض. بلاش نزعل بعض هي مش محتاجة مش محتاجة أنا عايزك تتذكر كده فين أبوك فين جدك فين جدتك فين الناس دول راحوا فين خدوا حاجة معاهم مش هو حتى كفن كده وتلفوا وخمّع سلامة عمرك شفت شفتوا فيه كفن له جيوب خدوا مع حاجة فين طب ليه الحزن اللي احنا بناكل في بعض ليه أنا مش عارف أفهم ليه ليه في حقد وكراهيه بهذه الطريقه؟ ادت بينا ان احنا نخون بعض ونزعل بعض ونحقد على بعض، ليه؟ هو الامر يسرع ذلك؟ ليه نخون بعض؟ ليه الصديق يخون صديقه؟ ليه الحبيب يخون حبيبه؟ ليه؟ ليه ما نكونش كده في محبه في بعض؟ ليه ما نحبش بعض؟ ليه ما نعيش بالتفاؤل وبالسعاده وبالرضا؟ ونكون راضيين بكل شيء؟ ليه؟ المخرج خلاص ظهر ان كلامي مزعله ولا حاجه فبقول خلاص نختم هنعمل ايه خلاص فاتمنى من كل زوج وزوجه ان هم يقعدوا مع بعض يحطوا ايديهم في دين بعض ويشوفوا هم مقصرين في ايه ويبداوا صفحه جديده اتمنى من كل صديق خان صاحبه يرجع ويتاسف له حتى لو بينه وبين نفسه له حقك عليا انا في يوم من الايام اخطات في حقك اتمنى من كل اب اخطا في زوجته أو في أمه أو في أيا كان يا جماعة نرجع لبعض دنيا ليس لها قيمة ملاش دنيا بكش خلي بالنا دنيا فانية هنسيبها وماشيين ما حدش قاعد فيها ما حدش مخلد فيها يتعيشها صح يا بلاش عيشها بالتفاؤل عيشها بالأمل تحياتي لحضراتكم جميعا اتمنى نكون استفدنا من حلقه النهارده عن الخيانه مع الصديق بكره ان شاء الله نتكلم عن الخيانه مع الزوجه بس بموضوع اكبر هنفتح موضوع كبير جدا في الموضوع الخيانه لان طبعا موضوع كبير جدا تحياتي لحضراتكم ونشوفكم مع في كل خير ومع الف خير يا ربي ولكن قبل الـ الـ قبل الختام خليني اشكر شكر يعني لصاحب هذه الشاشة صاحب القناة وإلى كل المسؤولين على القناة وأخص بالذكر معالي الأستاذ أشرف العمدة مخرج البرنامج كل التحية والتقدير له وإلى كل المعدين وإلى كل المقدمين البرنامج تفاعل معايد تحيات لحضراتكم والشكر أيضا موصول إلى السادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أشكركم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته